هذا الفيديو المخصص للحديث عن مفضلتي وأكثر القطع اللي شريتها مؤخراً استعداداً لموسم الخريف والشتاء لهذا العام. أكثر القطع راح تشوفون أنها موجودة في محلات في متناول الجميع، زارا، H&M، Forever 21، أسعارها جداً معقولة، ما في شيء وايد غالي اللي ما تقدرين تشترينه، لكن بنفس الوقت راح تكون أيضاً قطع تستعملينها طوال فترة الشتاء وتحسين أنها وايد مفيدة. الموضة السنة راح تركز على ألوان الزيتي، العنابي والرمادي والكامل، أربع ألوان. يمكن الزيتي والكامل أكثر لونين راح تشوفينهم لهذا الموسم، والعنابي بعد، علشان كذي اخترت قطع كلها أو أغلبها من هذه الألوان. خلونا نبتدي مع أول القطع اللي بتكلم عنها، وهو هذا الكيب أو الكوت أو الجاكيت اللي تسمينه من H&M باللون الكامل أو اللون الرمادي البني عفوا. الكامل أول شيء مثل ما قلنا من الألوان اللي وايد دارجة لهذا الموسم، وايد عملية تنسقينه مع أكثر من لون يطلع حلو، وفي نوع من الشياكة. الحلو بهذا الكيب إنه واسع ومريح، فممكن إنك تلبسينه مهما كان طبيعة جسمك أو مهما كان شكل جسمك. لونه جدا حلو وعملي. بالنسبة لي هذا قطعة investment أو استثمار، لأني الحين يمكن في الفترة الأخيرة من الحمل وبعد الولادة إن شاء الله أيضا أقدر ألبس هذه القطعة، لأنها ما تقيدني أول شيء، لأنها واسعة ومريحة ووايد حلوة. ممكن أنسقها مع سوتر من اللون البني أو مع البيج أو حتى مع الأبيض وتطلع وايد حلوة. تلبس مع ليجن، تلبس مع جينز لأنها طويلة، فأحسها من القطع اللي وايد حلوة ومميزة. الحلو أيضا بH&M إن أسعارها وايد معقولة. هذه القطعة تقريبا سعرها 30 دولار، يعني تقريبا 11 دينار. ما أدري يمكن في فرق كم دينار بين الكويت وبين أمريكا، لكن راح تلقين أنها فعلا من القطع المميزة اللي راح تستفيدين منها لهذا الموسم، وايد أنصح فيها. من القطع الدارجة أيضا لهذا الموسم البونشو أو الوشاح، وأول من هب فيه بربري. People went insane أول ما شافوا البربري بونشو، خصوصا اللي ممكن تكتبين عليه initials، لكن بما أن سعره وايد غالي ومو كل الناس تقدر أنها توفره، لقيت بديل وايد حلو في زارا. هذا النوع أو هذا البونشو في كل الألوان الشتا اللي تكلمنا عنها، العنابي، الزيتي، الرمادي وحتى الكحلي، فأحس من القطع اللي راح تستفيدين منها وايد. يسمونه البلانكت بونشو لسبب إنه طبعا شكله مثل البطانية، وحتى طبعته شنها بطانية، بس أحس إنه وايد يدفي، وايد حلو، وإذا حطيتيه فوق أي شيء سادة ممكن يعطي اللوك نوع من الأناقة والفخامة، وبديل مثل ما قلنا وايد ممتاز عن البربري بونشو إذا ما كنتي تقدرين توفرينه، خصوصا أن سعره جدا غالي وسولد أوت بأغلب الدول وبأغلب الأماكن. خليته من زارا وسعره تقريبا 45 دولار، حوالي 15 دينار. أحس أن على قطعة مثل هذه يسوى اني ادفع عليها، خصوصا ان مثل ما قلت لكم راح استفيد منها وايد. بغض النظر عن ان كنتي مليانه او ضعيفه راح تستفيدين من هذه القطعه، وايضا راح تكونين على الموضه بما ان هبه البونشو راجعه وبقوه. هني حق البوتمز او اثنين من البناطير اللي وايد حبيتهم لهذا الموسم، واحد منهم السويت بانت من H&M، ومثلهم من H&M على فكره، بس هذا السويت بانت اول شيء لونه زيتي والزيتي هبه، ثاني شيء وايد 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 مريح وستريتش من فوق، يعني تقريبا هو تريننج سوت، بس ممكن تلبسينه مع سويتر، ممكن تلبسينه مع جاكيت، مع كوت، ويتم وايد مريح وكأنك قاعده بالبيجامه، وايد حبيته وحتى وانا حامل قاعده البسه، واكيد اكيد ان شاء الله راح البسه بعد الولاده. الحلو فيه انه في كفس من تحت، فمو مضطره انك تقصرينه او تحاتي انه ينزل مثل اغلب التريننج سوتس. شكله وايد حلو ككاجوال لوك، يعطي اللوك شوية كاجوال بس أيضا بنفس الوقت مريح وأنيق، فراح يكون أيضا من القطع اللي راح تشوفينها وايد لهذا الموسم، راح تشوفين وايد بلوجرز يلبسونها، ومثل ما قلنا اللون الزيتي جدا دارج، فوايد حبيته وايد أنصح فيه. وايد سعره رخيص، يعني من H&M يمكن تقريبا سعره 7 دنانير أو 8 دنانير، بس أحس إنه وايد يسوى لأنه وايد مريح. القطعة الثانية هي هذا الليجن، شكله يلت بس هو في الواقع مو يلت، من H&M.
أموت على العنابي، وأحس العنابي أيضا دارج لهذا الموسم. يمكن شفتوني لابسة بنطلون مثله بالبلوج قبل فترة، قبل أحمل السنة اللي طافت يمكن، بس هذا يفرق إنه لجن، فبالتالي وايد مريح من فوق وسترتش. خامته مثل ما قلت مو يلت، إتس فوكس ليذر، وبالتالي مو حار وايد، يعني خصوصا عندنا بالكويت أو بالخليج العربي عموما الجو حتى بالشتاء بالنهار يكون شوي دافي، فهذه القطعة ممكن تلبسينها بالنهار وبالليل، تعطي اللوك شوية وحشية يعني وايلد سايد، لكن بنفس الوقت وايد حلو. أنا عادة ما أحب اليلد يكون يلمع أو في لمعة، وهذا حلو فيه أيضا إنه مطفي، لونه بني محروق على عنابي، فأحس إنه راح ينفع. ممكن ألبسه مع زيتي، ألبسه مع بيج، ألبسه مع أبيض، ألبسه مع أسود، كل الألوان الدارجة لهذا الموسم ممكن تلبسين معاها هذا اللجن. راح تشوفوني إن شاء الله أنسقة قريبا في البلوج، وإن شاء الله يا رب ينال إعجابكم، بس وايد وايد حبيته. منو فينا ما ينطر لشتى علشان يلبس كوت؟ ومن الكوتات اللي وايد أحبها إنه يكون بكر أو كاروهات، خصوصا إن التشيكس أو الكاروهات راجعة بقوة. هذا الكوت شفت جينيفر لوبيز لابسة شيء مشابه له تقريبا، بس مع فرق السعر طبعا. هذا حصلته من Forever 21 وسعره تقريبا 11 دينار. وايد حلو ان Forever 21 عندهم كوتات اسعارها خيالية، وبنفس الوقت تقعد معاك مدة طويلة. يعني هذا الكوت وغيره، عندي كوتات خذيتها من H&M قعدت معاي فوق 6-7 سنين ولا تغير فيها اي شيء، فوايد حبيت هالفكرة. هذا الكود حصلته طبعا بتشن فوريفر 21 عفوا. مثل ما قلت لكم الحلو فينا اوفر سايز، قصته واسعه، واحب الكود يكون واسع لانه ممكن تلبسين تحته ملابس ثقيله، سويتر، فما تحسين انه ضيج عليك. وايد قطعه انيقه ممكن تلبسينها مع اي شيء ساده تحتها وتعطي فخامه وشياكه لللوك. فالكاروهات جدا دارجه، طبعة التشيكس هذه جدا دارجة، واللون العنابي دارج، فحسيت ان هذه القطعة راح تكون ممتازة لهذا الموسم. القصة الواسعة تخليها ممكن البسها الحين وممكن البسها ان شاء الله بعد الولادة مثل ما قلت، فحسها من القطع اللي جدا مميزة. احب فكرة انه يكون في زراير من الناحيتين تعطي كذي شياكة وشكل عسكري لللوك، فانا احب اي شيء عسكري، وبالتالي هذه وايد بالنسبة لي از بونس او شغلة وايد حلوة، ووايد حبيته وايد انصح فيه. نزلوا ايضا شيء مشابه بزارة بس للاسف ما حصلته، توصلت عود، وكنت محظوظه اني حصلت هالقطعه من Forever 21 واحس ان سعرها جدا فيها. البومبر جاكيت ايضا من القطع اللي راح تشوفينها وايد، وتشوفين وايد سيلبرتيز يلبسونها هذا الموسم بالذات اذا كانت باللون الزيتي. هذا شكل البومبر جاكيت، واحب انه يكون متفخ كذي في كويلتس يعطي شياكة حق اللوك. وايد حبيت هالقطعة من زارة. بالنسبة لقطع زارة هي غالية نوعا ما لأن سعرها 120-130 دولار، يعني تقريبا 35-40 دينار، بس أحس أن سعرها فيها لأنها مختلفة غير عن اللي لقيته بالسوق. It fits me، وايد وايد أحب شكله على اللبس، شكله على الجسم. أحس أن اللون البرتقالي اللي تحت معطيه كذي شيء مرح، شوية تغيير عن اللي نشوفه، كاسر حدة اللون الزيتي من برا، واللون الزيتي عموما مثل ما قلنا دارج، فهذه من القطع اللي راح ألبسها أكيد وايد إن شاء الله، مع أسود، مع عنابي، مع برتقالي يمكن، مع زيتي، بس أحسها من القطع اللي وايد حلوة. صورت فيه ونزلته بالإنستغرام مرة، وايد ناس سألوني عنه. هذا الجاكيت من زارا. أحلى شيء بالشتا غير الكوتات السويترز او البلوفرات، اعشق السويترز والبلوفرات اللي تكون واسعه ومريحه. خذيت هذا السويتر من H&M ايضا سعره تقريبا حوالي 15 دينار، وايد مريح، ما يقزز، خامته وايد حلوه. شفت كندل جينر بصراحه لابسته وحبيته وايد عليها، و هوبفلي انه يطلع حلو بعد علي فخذيته. بس يمكن الحين مع الحمل شكله شوي مو ذاك الزود باللبس، بس احسه ايضا مريح، هم ينفع يعني يمشي الحال بالاشهر الاخيره. وايد واسع، وايد مريح، الوانه يمكن في وايد الوان، في من حسب علمي اسود وبني وحلون، واتوقع في رمادي بعد، بس اخترت الكامل لان مثل ما قلنا وايد دارج لهذا الموسم. وايضا ببالي فكره ان انا انسقه مع الكوت او الكيب اللي وريتكم اياه اول فيديو، فاحس انها قطعه وايد مميزه وحلوه
ومريحة بنفس الوقت. الحين احنا ما عندنا وايد مطر بالدول العربية، لكن الرين بوت صار مؤخرا من القطع اللي وايد مهمة، وبالنسبة لي من احلى الرين بوت اللي يسوونهم بربري. يمكن هذه القطعة مو افوردبل مثل باقي المحلات، بس سعرها ايضا معقول بالنسبة لمنتج من بربري، يعني تقريبا سعرها 200 دولار وشي، حوالي 60 دينار وشي. لكن هذه القطعة تايمليس، يعني لما تشترين هذا الرين بوت راح تلبسينه فترة طويلة، ما راح تروح موضته. أول شيء لأن التشيكس اللي عليه موضتها ما تروح، شيء كلاسيكي من كلاسيكيات بربري. نفس الوقت الرين بوت هذا وايد مريح وفلات، حق اللي يقولي ليش ما تلبسين فلات، هذا فلات. ممكن تنسقينه مع كامل، ممكن تنسقينه مع بيجيات، مع الأحمر، مع الأبيض، بس ما انصح انك تنسقينه مع شيء في طبعه، عشان بس تركزين على البوت يكون الشغل كله على البوت، وباقي اللبس يكون سمبل. وايد حبيته من بربري، وراح تشوفونه ايضا وايد بالبلوج. اني ايضا حق الشغلات اللي عندي هالصوب، الركن الاحمر، لبست البوت الاحمر من H&M في واحد من البوستات، ووايد ناس قالوا حلو، وايد ناس قالوا مو حلو. انا معاكم ان هذه من القطع اللي فيها خدعة شوي، صعب تنسيقها، يمكن تحتاج ان اللوك يكون بسيط والتركيز يكون عليها، لكن حبيت اني اتحدى نفسي واجرب اقدر انسق بوت احمر ولا لا. هذا من استوديو كولكشن من H&M، ايضا سعره شوية غالي بالنسبة لباقي منتجات H&M، بس الكواليتي صراحة تسوى. من جدام مطفي شموع، احب انه عنده بوز، احب القطع اللي فيها بوز، بالتالي تعطي شكل اطول للقدم وللريل بشكل عام، لكن بنفس الوقت فيها نوع من انواع الشياكه، احب انها من ورا تلمع ومن قدام مطفي. فالشغل كله في البوت، مو محتاج انك تلبسين معه اشياء وايد علشان تبينينه. كعبه وايد مريح وايد حلو اللي سالوني، مو عالي وايد وبنفس الوقت مو واطي، لكن وايد حلو وايد حبيته، وتحدي وتغيير، وحس انه ممكن البسه مع الاسود، البسه مع الابيض، مع فساتين ومع كوت اكثر شيء، وممكن مع جينز، بس نخلي اللوك كله سمبل ونركز على الكوت. واتحدى نفسي ان شاء الله وتشوفون لوكات وايده مع البوت الاحمر في البلوج. قطعه ثانيه ايضا باللون الاحمر هي هذه الجنطه من حبيبتي المصممه المميزه ليا. حبيت التفاصيل الموجوده على الستراب، التفاصيل اللي ممكن تنحط على الكتف، تعطي كذي أناقة وشكل مختلف لللوك، مستوحاة يمكن من مجموعة قدمها كريستيان لوبوتان قبل فترة، بس حبيت إن ليا أو المصممة ليلى أضافت لها نوع من الأناقة والفخامة من خلال استخدام جلد الأفعى. أحب هذا الشيء، أحس إن هذه القطعة راقية جدا، بحيث إنها تعطي رقي لأي لوك مهما كان بسيط ومهما كان سهل. اللون الأحمر أيضاً بين الأحمر والعنابي فدرجته جداً ممتازة، ممكن تنسقينه مع أكثر من قطعة. أيضاً متوفرة بألوان ثانية إذا ما حبيتي هاللون، بس أنا شخصياً حبيت هاللون وايد، وأحب التفاصيل الذهبية اللي فيها، لأني أميل للذهبي أكثر من الفضي بالنسبة للإكسسوارات، فأحس أنها راح تناسب كثير من القطع اللي موجودة عندي. آخر شيء بتكلم عنه في مفضلاتي للشهر الماضي، هذا الكبوس من بوكسون. بعض يقول ايش دعوة انه كبوس؟ يس كبوس، لاني احس ان الكبوس مو بس يخش الجذور اللي ما اسبقها، او اذا شعري ما كان مرتب يرجع الوضع. الكبوس ايضا يعطي احساس بالاناقة، يعطي احساس بالدفء، خصوصا خلال فترة الشتاء والخريف، وايد حلو ورائج، ويمكن مو دارج وايد عندنا، بس انا شخصيا احب البس كبوس، وعادي وانا بالكويت وانا هني ممكن البس كبوس، وكنت ادور لون عنابي قبل فترة ولقيت هذا من بوكسون. هذا على فكرة أيضا اللي مصممينه كندل وكايلي جينر، بس بغض النظر عن المصمم كنت أدور هاللون وكنت أدور هالقصة، وايد حبيت الشكل، وايد حبيته، أحس إنه يعطي إحساس دافي حق اللوك. لبسته أيضا بالمدونة، وايد منكم حبوه. هذا الكبوس من بوكسون. هذه كانت مفضلاتي بالنسبة للأزياء والملابس من محلات تعرفونها ومتوفرة وموجودة في كل مكان. حاولت إني أركز على
قطع أسعارها تكون معقولة في متناول الجميع، ممكن أي حد ياخذهم ويشتريهم. وايد حبيتهم، وإن شاء الله يا ربي تعجبكم تنسيقاتي واختياراتي، وترقبوا فيديوهات أكثر إن شاء الله عن الموضة والأزياء من خلال اليوتيوب شانل. لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وتسوون لي فولو في انستغرام نهى ستايل ايكون. أحبكم وايد.